كما نرى اليوم نلتقي بالأستاذ رئيس تحرير والمخضرم الإعلامي المميز الأستاذ أنور حرب. أهلا وسهلا فيك، شو بتقول كلمة اليوم بهالحضور والتجمع اللي جمعونا للأستاذ رودي رحمي؟ يعني هذا وجه لبنان الأصيل، وجه الفن، وجه الفرح، وجه الفكر، وجه الشعر، وجه الطبيعة، وجه بشري والأرز. هذا الرجل جاي من شاطئ جبران خليل جبران، من مدينة المقدمين، من أرض الطهارة، من وادي النوبين. يعني هيدي بادرة بالنسبة لأستراليا ترجع تعيدنا الثقة أنه بهالوطن ما في سياسي وفساد بس في شعراء وفي كتاب وفي نحاتين وفي فنانين وفي مبدعين. رودي رحمي هذا المبدع. البيئة بتأثر على هيدا تنمية هيدي الموهبة، الشعر أو الفن أو الإبداع. البيئة بتأثر، المكان الواحد بحاط فيه أو في الفلسفة بتقول الإنسان ابن بيئته، وهذا الرجل اللي خلق بأحضان الطبيعة حضن الطبيعة مثل ما هي حضنته، وأعاد تكرار فعل الطبيعة الداخلي فيه من خلال أزميل نقود بالصخر، ومن خلال فكر حفر بالشعر، ومن خلال ريشي رسمة السكينة ورسمة الجمال بالعالم. ألف شكر لك، ألف شكر. بدي صورة مع الأستاذ. خليلي أنت.